واحد صاحبنا عمل تحاليل عشان ينزل مصر، عمل تحليل PCR واكتشف ان هو ايجابي. مش عارفين هنعمل ايه، في حالة توتر رهيبة مرة واحدة. لازم كل مرة أجي فيها لمصطفى، مصطفى طعني قدام الباب. الو باسم، عامل لك ايه يا ابني؟ يا الحوار اللي احنا سمعناه ده، عم الحمد لله على كل شيء. مفيش، انا نازل ماتش بكره اصلا. طبعا انت عارف، رحت عملت بي سي ار يوم السبت وما كنت عندك وبتاع. رحت اجيب النتيجه دلوقتي، لقيتها بتقول لي انت بوزيتيف وتجيب لي نيجاتيف. طيب خلاص، خير ان شاء الله، ربنا يسترها يا اسلام. يسطا ما تزعلش مني، انا والله مش اقصد. انت كنت يومها كنت معاك، وكنت مع مصطفى ومع الصيد وخلوق، فانا مش اقصد يعني. والحمد لله على كل شيء يعني. كنت معايا يا اسلام، انت عديت على الجامعة كلها يا راجل. الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. رايحين دلوقتي انا وخلوق هنقابل مصطفى عشان نجيب مؤن الأسبوع، عشان هنخش في الحجر. ربنا يسترك. احنا خلاص داخلين على المجنيت. المجنيت ده سوبر ماركت كبير يعني، منتشر جدا هنا في روسيا. مستني برضو مصطفى. مصطفى لازم يلطعني كالعادة يعني. مصطفى مش محسسني ان هو رايح حجر، مصطفى محسسني ان هو هربان من السجن. مكرونة نسكافيه. وأهم حاجة في الموضوع فيتامين سي، المفروض بتاخد نص حباية بس في اليوم بعد الأكل، و إيركوفيرون حباية بعد الأكل برضه. جامد جدا، نجربوه. الحمد لله مفيش حد علينا ظهر عليه أي أعراض. المفروض بقى الواحد يذاكر أي حاجة النهاردة، علشان امبارح اليوم عدى كده يعني، ما عملناش بربع جنيه أي شغل خالص. هنشتغل النهاردة إن شاء الله، نعوض امبارح والنهاردة. 3 hours later، ذاكرت شوية ومفروض أعمل فطار دلوقتي عشان جعان. يا بوسيد، في ناس كتير بتحط اليومين دول في موقف زي الموقف اللي انا متعرض له ده. الناس دي نقول لها ايه؟ وعامة يعني انا مش بقول الكلام ده للناس دي، انا بقول الكلام ده لنفسي اصلا، بس يعني بقوله بصوت عالي. اول حاجة نوع احباط. احباط ما ينفعش، لازم تكون روحك المعنوية مرتفعة. روحك المعنوية مرتفعة ازاي بقى؟ احاول تعمل اكتيفيتيز خلال اليوم بتاعك، يعني مثلا تلعب رياضة، العب جيم يعني، هزر مع الناس اللي قاعده معاك. فكر في حاجه كويسه يعني، فكر في حاجه انت محتاج تعملها مثلا، اعمل فكره جديده. مش تعمل فكره جديده اللي هو هوب خلاص انا يعني هفتح مصنع في البيت، لا يعني مثلا فكر في حاجه انت يعني، كان في مشروع مثلا انت مأجله وقاعد بقى مستني وقته بتاعه ومش عارف ايه، فخلاص انت قدامك وقت دلوقتي. خش شوف على اليوتيوب، اتعلم حاجة مثلا، اقرأ حاجة، حاول تستغل الموضوع بشكل بوزيتيف يعني. احنا بنحاول نعمل كده الصراحة يعني. هنا انا لسه بادئ في موضوع الفلوجز جديد طبعا، فبشوف فلوجرز، بشوف حاجات على اليوتيوب، بحاول اتعلم
مونتاج مثلا، بعمل امبروفمنت لحاجات معينة انا حاسس ان هي الفترة اللي فاتت انا كنت مقصر فيها جدا. بستغل فترة ان انا قاعد لوحدي وجايب ورقة وقلم كده وبكتب انا مثلا عندي حاجة معينة مثلا غلط او حاجة معينة انا مش حاببها، طيب هحسنها ازاي، هتصرف ازاي في الموضوع ده، ابدأ اشتغل على نفسي كده يعني. النهاردة اصلا انا ما صورتش الصراحة من بعد الفطار، ان انا انشغلت شوية بشوية حاجات يعني، ذاكرت كملت مذاكرة، وبعد ما كملت مذاكرة عملت ايه، وكنت بكمل الموضوع في جايب نوت كده علشان اكتب فيها افكار حلوة للفلوجز وكده، او مش افكار حلوة للفلوجز على قد ما هي افكار حلوة انا حابب اعملها، وفي نفس الوقت استغل ان انا بفلوج، فاللي هو ايه الموضوع يبقى 2 في 1 يعني. احباط؟ لا، بالتوفيق. مصطفى عمل لنا بطاطا، مصطفى عمل لنا بطاطا في روسيا.